بشجع على التحصص لأنه بيرسي سلطة تنفيذية مقسمة ما بتقدر تكون فعالة. وسام لحام سينيور ريسيرشر بالليجل أجندا ومحاضر بمعهد علوم سياسية بجامعة القديس يوسف، مختص بالقانون الدستوري وتاريخ الفكر السياسي. مشكلة اتفاق الطائف انه اللي عملوا اتفاق الطائف النواب اللي تم انتخابهم سنة 1972 كانوا خاملين انه هن حيحكموا لبنان بعد اتفاق الطائف، هيدا كان نظرتهم. فإذا يتبين له 1992 تم إجراء انتخابات شكلية بظل الوصاية السورية بلبنان، والطقم القديم تم إزاحته كليان وتم استبداله بأمر الحرب وزعم الميليشيات استلموا الدولة سنة 92، فهن اللي تولوا تطبيق اتفاق الطائف وفقا لتفسيرهم له ومصالحهم له. أول أمر عملوا شيء اسمه ترويكا اللي هو ما خصوا باتفاق الطائف. تاني الأمر بعد 2005 نتيجة للأزمة اللي تعرض لها النظام، زعم الحرب اللي كانوا مش مشاركين بالسلطة السياسية واللي عادوا بال2005 طالبوا بحصتهم من النظام. فالممارسة هي ممارسة تحاصصية أكثر من أنه النص بحد ذاته. سلطة تنفيذية ما في حدا بيقدر ياخد فيها قرار حاسم، كل القرارات يجب اتخاذها بالتوافق. بقدر أعطيك أمثلة كيف يعني. أنه أول أمر أنت عندك تعيين الوزراء بعد اتفاق الطائف هو يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن إقالة الوزير تتطلب موافقة ثلثين مجلس الوزراء اللي هو أمر يعني غير مسبوق ما تلاقيه بأي دستور من العالم. فالقرار اللي بيوافق عليه مجلس وزراء إذا ما مضي الوزير المختص بيوقف. النصوص الدستورية اللي ما بتحط مهل على رئيس الحكومة انه يكلف انه يشكل الحكومة، النصوص الدستورية اللي بتمنع حل مجلس النواب مثل بعد ثورة 2017 اذا فينا نسميها ثورة، كان يجب حل مجلس النواب وهذه طريقة مؤسساتية لحل النزاع والعودة الى الشعب، ما قدرت السلطة التنفيذية تعمل هذا الامر. تعزيز صلاحيات رئيس الحكومة لكن مش بمواجهة رئيس الجمهورية لانه بطل فعليا خطر عليه رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة، لكن بوجه مجلس النواب عبر منحه صلاحية تحديد جدول أعمال مجلس النواب ضمن شروط وظروف معينة مثل ما موجود مثلا بفرنسا. نحن عنا مجلس النواب اليوم رئيس مجلس النواب يضع بشكل اعتباطي جدول الأعمال، والحكومة ما عم تقدر تنفذ مشاريعها إلا إذا بتقطع بتتفاوض مع رئيس مجلس النواب. بلاحظ أهم شيء يجب الانتقال فيه هو التخلي عن فكرة تخصيص المناصب الرئاسات اللي نسميها الرئاسات للطوائف، مع أنه الدستور ولا اتفاق الطائف بيحكي عن هذا الأمر، ما في أي نص دستوري أو حتى اتفاق الطائف بيقول أنه رئيس الجمهورية يكون ماروني ورئيس مجلس الوزراء سني ورئيس مجلس النواب الشيعي. بس بجن أنه التعديل اللي لازم نعمله هون أنه نركز أنه المهم هو المناصفة بالمؤسسات مش رئيس المؤسسة شو طائفته. يعني فينا نحرر رئيس المؤسسة من انتماء ل طائفة معينة مثل ما بلجيكا مثلا الدستور البلجيكي بيقول انه نص مجلس الوزراء لازم يكون فلامان نص والون ورئيس مجلس الوزراء مخص فيكون يا فلامان يا والون. فالمهم ننتقل من انه المؤسسة ملك لطائفة وبتصير صلاحياتها صلاحيات لطائفة، نركز انه المناصفة تكون بقلب المؤسسة بس رئيس المؤسسة يكون مفتوح لكل اللبنانيين لكل طوائفهم. هيك منأدي إلى فصل المؤسسة عن الطائفة، وهيك منأدي إلى تعديل صلاحيات الرئيس من دون ما نفكر أنه هذه صلاحيات تابعة لطائفة. دائماً عم بيتم تقديمه كانتصار لما يعرف بالسنية السياسية، فأي مطالبة بتعديله عم بيتم مواجهتها من قبل الأحزاب السياسية اللي بتدعي تمثيل الطائفة السنية والمرجعيات الدينية السنية باعتباره اعتداء على المكتسبات الطائفة السنية. فللحفاظ على الاستقرار الهش الموجود ما بين الزعماء السياسيين المسيطرين على الدولة، ما حدا عم بيجاهر بضرورة تعديل الاتفاق لإعادة توزيع السلطة ما بين قوى الأمر الواقع المسيطرة على الدولة اليوم.